وتتمحور الفكرة الرئيسية لمهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته 28 هذا العام حول عنصر الذهب في التراث البحريني، حيث يسلط المهرجان الضوء على القيمة التراثية للذهب وما يمثله من قيم الجاه والجمال، إضافة إلى دوره التاريخي في التجارة والاستثمار. الذهب البحريني عراقة وأصالة نقوش حفرت في التاريخ، ذاع صيتها على مستوى العالم لما يتميز به من نقوش متميزة ومعاصرة ودقيقة الصنع. يستعرض مكنوناتها مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته 28، والذي انطلق تحت عنوان تراثنا ذهبي، والذي يلقي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين من خلال استعراض صور لقطع أثرية ومشغولات الذهب البحريني، بالإضافة إلى وثائق متعلقة بتجارته والمقتنيات المستخدمة في صياغته. اليوم أنا أول مرة أحضر إلى هذا المهرجان، يعني ما شاء الله، يعني شوف باللي فيه تراث عربي عتيق له قيمة كبيرة للأجيال القادمة ويعرف بالبحرين، ما شاء الله ما شاء الله، يعني له قيمة كبيرة، يعني نعتز بهذا، يعني التراث العربي القديم الأصيل شيء جميل. يعني أنا نشوف باللي هذا عمل يعني يتطلب كثير من الوقت ويتطلب كثير من الخبرة، وعلى الإخوان والأخوات اللي يقوموا هذا بالعمل يعني يعرفوا الأجيال القادمة لنشاه لكي لا يضيع. تصاميم جميلة تقوم بصياغتها أياد بحرينية حتى أصبحت حرفة تتوارثها الأجيال، فالذهب البحريني اليوم أصبح علامة تجارية متميزة يعمل على صياغته الشباب بمباركة الآباء لتجمع تلك النقوش بين عراقة الماضي وجمال الحاضر. التراث البحريني عريق بهذه الصياغة، صياغة الذهب مو وليدة أمس واليوم على البحرين، من مئات السنين أهل البحرين يعرفون ذهبهم. لو تبين لهم أي نكشة من ماركات ما ماركات، ما يردون إلا على الذهب البحريني والنكشات القديمة. وإحنا متخصصين في تراث البحريني في الذهب الأصلي. بالنسبة لمملكة البحرين مهمة، وايد مهمة، نشر الثقافة مالت الذهب المصوغات القديمة حديثا. كان سابقا الفئة العمرية أقل يعني ثقافة من ناحية اللي هو الذهب القديم، بس احنا قاعدين نلاحظ ان في اقبال وايد على المصوغات التراثية المعاصرة مع التراثية الممزوجة، فالمهرجانات هي اللي تنشر ثقافة الذهب البحريني. التراث الذهبي أصبح نافذة للترويج لهذا العنصر الهام في تاريخ مملكة البحرين، وما له من بريق خاص وسمعة طيبة جعلته أفضل أنواع الذهب بتصنيعه الدقيق وتصميمه البديع، ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث ومواصلة تطويره للحفاظ على مكانته وأصالته. تراثنا ذهبي تحت هذا الشعار ينطلق مهرجان التراث السنوي لهذا العام، والذي يسلط الضوء على الذهب كتراث بحريني أصيل وعنصر مهم من عناصر التاريخ البحريني وسبل الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.